كيف حالكم؟ ايش ترسم؟ ها؟ جنودنا البواسل، حلو. وانت؟ ها؟ نفس الشيء؟ وش ترسم؟ جندي؟ ان شاء الله انكم موفقين واباكم مرحومين باذن الله. والاخوان كلهم نفس الشيء ايضا. موفقين ان شاء الله. باقي طبعا السجل هي عباره عن الجهات الرسميه والجهات الاهليه والجهات شو اسمه الخدمات الجمعيات اللي تقدم طبعا خدماتها لابناء شهداء الواجب ويتعاونون معنا. طبعا هي مجالها وسيع. سلمنا عليهم. يبلغ ان شاء الله يسلم كلامك. تفضل الله يسلمك. مع الوزير وصول صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، فأهلا وسهلا به. السلام الوطني. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود
أمير منطقة الرياض، معالي وزير التعليم الدكتور أصحاب المعالي وأصحاب السعادة الحاضرين والحاضرات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مكتب وفاء لرعاية أبناء وأداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين أن يعلن عن انطلاق فعاليات منتدى الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بنسخته الأولى، وذلك تحت رعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد. وكلمة بهذه المناسبة لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، فليتفضل مشكورا. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفظه الله ورعاه، صاحب السمو معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، معالي نائب الوزير الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء يطيب لي ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أن نرحب بكم يا صاحب السمو ونرحب بصحبكم الكريم في المنتدى الأول لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين رحمهم الله، شاكرين رعايتكم الكريمة ومقدرين اهتمامكم المباشر بأبنائكم وبناتكم، ولا غرابة في ذلك يا صاحب السمو، فالتقدير والوفاء والشكر والثناء قيم سامية اعتدنا عليها منكم، يحفظكم الله في هذه البلاد الطاهرة، فأياديكم البيضاء تمتد إلى كل ما فيه خير للمجتمع وأفراده. حفلنا الكريم بفضل من الله عز وجل وبرعاية حانية من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وباهتمام بالغ من ولي العهد الأمين حفظهم الله، نعيش مرحلة حقيقية من العطاء والبناء تسعى لرفعة إنسان هذا الوطن المبارك وتدعو لتلاحم الشعب وترابطه، ويتجلى ذلك في أعمال وأقوال مؤسس هذه الدولة وموحدها الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأبنائه من بعده إلى هذا العهد الزاهر، عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.
وما منتدانا هذا وفي هذا اليوم المبارك إلا ترجمة لذلك التلاحم والترابط الذي نسجه قادتنا وفقهم الله لغرس روح الإخاء والعطاء والتلاحم بين أفراد المجتمع السعودي الكريم. لذلك وجب علينا العناية الفائقة بأبناء شهداء الواجب الذين ضحوا بدمائهم الغالية من أجل حماية هذه البلاد وأهلها ودحر الأعداء عنا لتنعم وننعم بالأمن والأمان، فطيب الله مثواهم وأسكنهم فسيح جناته. أيها الحضور الكريم، نجتمع اليوم لنحتفي بانطلاق المنتدى الأول لأبناء شهداء الواجب وأبناء منسوب التعليم المتوفين بتنظيم من مكتب وفاء الذي يعد امتداداً لسلسلة من المكاتب التي أنشأتها وزارة التعليم في جميع المناطق والمحافظات. وقد تم تنفيذ ولله الحمد في تعليم الرياض العديد من البرامج والفعاليات خدمة لهذه الفئة الغالية، تمثلت في منح دراسية في المدارس الأهلية وعدد من الدورات التدريبية وإشراك هؤلاء الطلاب في الاحتفالات الوطنية وتنظيم رحلات حج وعمرة مجانا لهم، بالإضافة إلى عقد شراكات واتفاقيات مع شركات صحية ومجتمعية لتقديم الرعاية المجانية والمخفضة لهم تقديرا لهم. ولا زال العمل مستمرا وسنبذل قصارى الجهد للاهتمام بهم، بالإضافة إلى الرعاية الكاملة التي يلقونها في مدارسهم من معلميهم، وللعناية بهم والتواصل مع ذويهم حرصا على مستقبلهم الدراسي ولخدمة أبناء الأبطال الشهداء. ختاما، منتدانا الكريم خالص الثناء وصادق الدعاء لكم يا سمو الأمير لرعايتكم الكريمة لمنتدانا ولحرصكم الدائم على شباب وأبناء هذا الوطن وهذه المنطقة الغالية. كما نتقدم بوافر الشكر والتقدير لصاحب المعالي وزير التعليم لجهوده المستمرة في التطوير والدعم المستمر لخدمة التعليم في بلادنا الغالية وخدمة هذه الفئة على وجه الخصوص. يطيب لي كذلك أن أشيد بشركة تطوير الخدمات التعليمية لمشاركتها الفاعلة في رعاية هذا المنتدى، فلهم منا الشكر والتقدير. والشكر والعرفان موصول لزملائي منسوب مكتب وفاء وزملائي أيضا في العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض. كما أشكر زملائي في وكالة المباني والعلاقات العامة والإعلام والخدمات العامة في الوزارة للمساهمة الفاعلة في دعم هذا المنتدى. شكرا لكم جميعا، وشكرا لكل من ساهم وسعى لإقامة هذا المنتدى وإنجاحه. ونسأل الله عز وجل أن يدين علينا وعلى بلادنا الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، وأن يوفقنا لخدمة الدين ثم المليك والوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبقى هذه اللحظات مع فيلم وثائقي عن مكتب وفاء. مكتب وفاء بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في تاريخ 13 من ذي القعدة لعام 1437 للهجرة، أمر معالي وزير التعليم بتأسيس مكتب وفاء الذي يقدم خدمات نوعية لكافة أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين في مراحل التعليم العام، وذلك تقديرا وامتنانا بالدور العظيم الذي يقوم به جنودنا البواسل في حماية العقيدة والذود عن الوطن، وما يقدمه منسوبو التعليم من جهد في تحقيق البناء والرفاه للوطن وفي لمسة وفاء لهؤلاء. يهدف المكتب إلى تقديم الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية والتعليمية والمساعدات العينية لهم. من مهام المكتب المتابعة في مدارسهم والوقوف على تحصيلهم العلمي ومتابعة الخدمات الإرشادية المقدمة،
البحث عن اتفاقيات وشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية لتقديم الدعم العيني والامتيازات والتسهيلات، عقد اتفاقيات مع القطاعات الحكومية والهيئات، المشاركة في الفعاليات والمناسبات الخاصة بالفئة المستهدفة وغيرها الكثير، الخدمات المقدمة، الحصول على بطاقة وفاء للخدمات المجانية والمخفضة، الحصول على منح تعليمية مجانية في المدارس والجامعات الأهلية، تقديم الخدمات المدرسية، المقصف والنقل بدون مقابل، إعطاء الأولوية في القبول في المدارس الحكومية والجامعات والبعثات الداخلية والخارجية بعد استيفاء متطلبات القبول الأساسية وغيرها الكثير، شركاء النجاح داخل إدارة التعليم، التوجيه الإرشادي والإعلام والعلاقات العامة وخدمات الطلاب والنشاط الطلابي والتعليم الأهلي والأجنبي، شركاء خارج إدارة التعليم، الجامعات الحكومية والأهلية، القطاعات العسكرية والمدنية والخاصة، الجمعيات الخيرية. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، نستأذن سموكم الكريم بانطلاق أبوريت لمسة وفاء.
علي علي تعال معي. هلا رقيب، ابيك خدني يا اخوي علي، ما يملك عدو، ابيك تساعدني في شيء نروح نجيبه. امس كنا في الخطوط الاماميه في وحده المناوره، بعد ما اعطيناهم بخير ووصلنا لهم العاشه طاحت مني ورقه كانت بجيبي. وش فيها الورقه؟ بعدين اقول لك، المهم ابيك تساعدني. طيب دورها في الخيمه، يمكن ما طاحت عليك. امس يا اخي صدقني دورت عنها لكن ما لقيتها، انا متاكد انها طاحت علي مكان امس. انا رايي انك تنسى هالورقه ولا تفكر فيها يا رقيب. تكفى اللي يرحم والديك، تروح معي ندورها، ما راح يفتح بالي لين القاها. والله ودي اساعدك اخوي، بس حنا بحاله حرب وانت عارف وش عقوبه الخروج بدون علم العقيد. عليك تبين الروح بصراحه اللي مرتع لك بالك عشانها. عهدني ما تقول لاحد يا اخوي علي. عهد اخوي خالد، كلامك في بير مغطى. الورقة اللي طاحت مني فيها آخر قصيدة كتبتها. أكيد أكيد من العيال. أكيد إذا لقيت الورقة بقرأ لك القصيدة وبتعرف مضمونها. طيب كيف تبين نروح المكان صعب وما دلة؟ أنا بروح أكلم خوينا محمد المسؤول عن السيد. أنا بروح لخوينا محمد، هو اللي أكثر لنا معرفة بالمكان اللي كنا فيه أمس. طيب ليه جيت يمي ما دام محمد يعرف المكان وأنا ما أبيك تروح له وتكلمه يكون معنا. محمد روحت اني ما اكلم محمد، وانت عارف نوعيه العلاقه ما بيني وبينه. انا عارف، بس محمد هو اكبرنا معرفه بالمكان اللي كنا فيه امس، ولو ما رسالت رساله بالنسبه لي ما كان جبت طلب من خط طلب ولا حطيتك بالموقف. طيب وين نلتقي؟ نلتقي ان سياره العالم. يلا سلام. شوف المسألة ما جيتك، لا تزم خالد، مشكلة مساعده. مشكلة؟ وش المشكلة؟ تعال. مشكلة. كل خير على بركة الله.
أبيك خدمة يا أخوي سعيد. خدمة؟ وش ممكن أخدمك فيها أخوي خالد؟ شوف قلت وغالي علي بالحيل، وأبي منك سيارة من سيارات العاشرة توصلنا للموقع اللي كنا فيه أمس. والله ودي أساعدكم بس أنت عندك سيارات. إي الله يحفظكم، بس هي سيارة ما أطلع إلا موافقة العقيد حمود. بسيطة، قول لنا بنروح نوصل التمويل لوحدة المناورة. أو قول له السيارة تحتاج زيت وصيانة مثلاً. حلو، ما في لها الحل. العقيد حمود خاف يتأكد ويعير الزيت بنفسه. مستحيل يعير الزيت أصلاً. ساعتين وراجعي. وشو له ساعتين؟ انا قلت لك فقدت شيء مهم. يا اخوي وش الشيء المهم اللي انت فاقده؟ نسيت ورقه فيها اخر قصيده كتبتها. ايش جايبنا هنا وحاط موقفنا في خطر عشان قصيده؟ انت انهبلت والله ما توقعتها منك يا اخي. صدقوني القصيده غالي علي بالحيل، وانا مشكلتي اني ما احفظ قصايدي ولا كنت كتبتها ولا حطيتكم بالموقف. قصيده اكيد هم العيال. اقول ما تراضى معزوب الكتيبة. اوعدكم اذا لقيت الورقه بقرا لكم القصيده. يا شباب خلو عشان نرجع بسهلة. يلا انا موافق بس بشرط اخذ الامر منك يا ابو خالد، بانك انت المسؤول عن فصل التموين، وابي منك انا اللي اسوق سياره. موافق. يلا مشي شباب عليه عشان نرجع بسرعه. كذا في الخطوط الاماميه طور يا عسكري امامك، افتح استعد. صراحة شيء مخجل بالنسبة لي انه يكون من نوعيتكم في كتيبتي، كتيبة الاسناد الاداري للخطوط الامامية، وتصرفكم البارحة يدل على عدم الاحساس بالمسؤولية، واللي سويتوه ياكد هذا الشيء. خروجكم من الكتيبة بدون اذن مسبق. اسوي تدري حلوة العقيد حمود، بس في شيء ودي اقول لك به علم اذا سمحت. انا ما اعطيتك الاذن بالكلام، بعدين ممكن تعطوني سبب مقنع خلاكم تاخذون سيارة الكتيبة بالتموين وتطلعون بها لوحدة المناورة؟ سؤال موجه لك يا رقيب فيصل خالد. نعم طال عمرك. وش اللي خلاكم تطلعون البارحة؟ نسيت غرض مكان الخطوط الأمامية مكان المناورة، ورحت علشان أجيبه، وأخذت معي سعيد وعلي ومحمد. أنا اللي كنت أسوق السيارة حضرة العقيد. يعني أنت الرأس المدبر؟ نعم طال عمرك، وأنا اللي سببت المشكلة من الأساس، وأنا اللي أستحق العقوبة حتى لو تتم توقيف ترقيتي من رقيب إلى رقيب أول. وأنت اللي تحدد من اللي يستحق العقوبة والترقية. وش الغرض اللي نسيته؟ نسيت ورقة. وشو؟ ورقة؟ انت شايف ان هذا سبب مقنع؟ ورقة فيها اخر قصيدة كتبتها. يا سلام، اثارك شاعر وانا ما ادري. واكيد انتم الغوي اللي تتبعون الشاعر. للاسف انتم حطيتوا انفسكم في خطر علشان موضوع تافه. وانا قرر كل واحد فيكم يستلم 48 ساعة جزاء. راح احيلكم للتحقيق العسكري بعد انتهاء الحرب. حضرة العقيد حمود، عندك جندي. انا وزملائي حرس موقع الكتيبه شفنا مجموعه من العناصر المعاديه متسلله. متسللين امام سلاح؟ نعم، معهم اسلحه خفيفه وبعضهم متخفيف ملابس حريم. انت متاكد من ذا الكلام؟ نعم طال عمرك، شفناهم على بعد 3 كيلو تقريبا. علم مصرف. اسمع يا رقيب خالد، وانت يا علي وانت يا محمد. وانا وانت يا سعيد، اعتبر القرار اسلام 48 ساعه معلق، وبيكم تفضل اوامر. أبيكم تتأكدون من حالة المكان اللي حنا فيه، وحدة الإسناد الإداري من حيث الجنود والمعدات والتمويل. وأنت خالد أبيك تراقب العلم، أي واحد يقترب منه من عناصر عدو واطلق عليه النار. والجميع كل واحد يتحصن في مكانه، مجرد تشوفون عناصر المعدة يطلق النار وراح أكون في اتصال دائم معكم. مفهوم يا عسكري؟ وراح أكتب القيادة لتزويدنا بكتاب ثاني عشان محاصرة المتسللين. أسرع أسرع جواب العسكري. معليش ادري سببتك من الكثير من الاحراج، وابي منكم العفو والسماحه. انا عني مسامحك يا رقيب خالد، ترى كلنا في الهوى سوا. انا من رايي علم تقوم بطرق المكان اللي احنا فيه باستمرار، وانت محمد خلك من خيمه التموين. وانا وانت سعيد خلك من مكان السيارات. وانت تنسى اللي قالك عنها العقيد حمود. اكيد، يلا كل واحد ينفذ امر القياده. لا تنسى العلم يا رقيب خالد. العلم خلوه عليه، ان شاء الله ما راح ينزل دام يرفع فوق راس. انت يا خالد لا تكون في مرمى النار. ان شاء الله العدو اللي بيكون في مرمى النار، اي واحد يكتب مسيره عين راح اطلق عليه بلا رحمه. ان شاء الله قلب الساعه ويجينا الامداد. الامداد وان جاء راح يكون وحده مسانده على هجوم العدو. يلا يا ابطال كل واحد همته في مهمته. حمايه العلم. وانا بعد بكون مع علي في حمايه العلم. وانا والله ودي اكون معكم، ما انا اقل منكم.
أجاسوه كل واحد يأخذ سلاحه ولا يستخدم إلا في حالة اقتراب العدو. كل واحد يتخبى في أماكن جيدة يقدر يشوف فيها الساحة اللي فيها سيارة العلم. علشان إذا حضرت سيارة العلم نطلق على كلنا. وأشق هواك ولالك بدنياي وبروحي خشير. إيه أحبك والوفا منبع وفاك وارضك اللي عاشقه وأنا صغير وكل شيء يكبر ويكبر معاك. الولا والحب في دمي يسير لك تروح الروح وأدوس الهلاك ولك أموت ولو يصير اللي يصير. وش أقول وش أكون بلا حماك وانت كل الحب يا الحب الكبير. أبحث عن أبي، أريد أبي يا أمي. تبحث عن أبيك؟ نعم، أبحث عن أبي. أين أبي؟ لماذا أبي لا يعود؟ أتريد أباك يا حمد؟ نعم، أريد أبي، فأنا في غاية الشوق إليه. أرجوك يا أمي هديني إليه. فراق أبي قد آلم قلبي وعيوني لا تنفك تبكي عليه. كم أود يا أمي أن أضمه وألقي بنفسي بين يديه. ولدي حبيبي لا تحزن وارفع رأسك عاليا يا قرة عيني. والدك حي في السماء ينعم بالهناء والسعادة مع الصديقين والأنبياء هناك في الجنة الغناء. إن أباك شهيدا شهيدا يا ولدي. ماذا يعني الشهيد يا أمه؟ الشهيد يا حبيبي هو ذاك الفارس الذي وهب الروح في سبيل الأهل والأحباء وذاد عن بلاده سطوة الأعداء لأجل أن نحيا في أرضنا أعزة أحرارا سعداء. الشهيد يا ولدي باختصار هو ذاك المجاهد العظيم الذي روى الأرض بدمائه الزكية حتى أينعت عزا وفخرا. فعندما تكبر يا حبيبي ستدرك جيدا قدر الشهيد وتفهم معنى الفداء والانتصار. أجل يا أمي أنا أيضا أريد أن أحميك وأحمي رفاق الصغار من سطوة الأشرار. لا أريد يا أمي أن يدوسوا تلك الوردة التي زرعتها في حديقة الدار، تلك الوردة التي كنت أود أن أهديها أبي لو أنه عاد ذات نهار. ولكنني الآن أرغب أن أذهب إليه هناك في السماء
أريد أن أهديه وردته الجميلة البيضاء، أريد أن يرى صورته التي رسمتها له، أريد أن أحضنه وأعانقه، لقد اشتقت إليه كثيراً يا أمي. وأنا أيضاً اشتقت إلى أبيك يا بني. فهلا سمحت لي بالذهاب إلى هناك إلى السماء، فأنا أرغب أن أكون مثل أبي شهيداً من الشهداء. حبيبي حمد، أبوك شهيد وأنت ابن الشهيد. قسماً بمن فطر السماء ألا أفرط في الجميل، سأكون سيفاً قاطعاً، فأنا شجاعٌ لا ذليل. عهدٌ علي يا وطن، نذرٌ علي يا جليل، سأكون ناصحٌ مؤتمن لكل من عشق الرحيل. أين أنت يا حمد؟ عن ماذا تبحث يا بني؟
وصلنا ما نقابل خيرك بصد وجحود لو بذلنا الروح لاجله والله انا ما نلام يا وطنا ما نقابل خيرك بصد وجحود لو بذلنا الروح لاجله والله انا ما نلام يا وطنا يا سيومك يعود كل عام يا وطنا وانت بخير وسلام وطنا لو ندور غيرك بكل الوجود ما لقينا غيرك ارض فوقها يا احلى في هذه اللحظات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض يقوم بالتقاط الصور التذكارية مع المشاركين في المسرح والراعين للمنتدى. والآن موعد التكريم. المكرمون مدارس دار النهل الأهلية، وذلك على تقديمهم 50 منحة دراسية لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين. يستلمها الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله العريفي. شركة تطوير للخدمات التعليمية، يستلمها الأستاذ محمد الزغيبي. وكيل وزارة التعليم للمباني المهندس يونس البراك. المدير التنفيذي للمنتدى ومدير مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين الأستاذ مهيدب بن سليمان المهيدب. المشرف على المسرح الأستاذ عبد الله عوض الشهري، ومؤلف نص المسرحية الأستاذ مشعل الرشيد. المشرف على العلاقات العامة والإعلام بوزارة التعليم الأستاذ محمد بن سعد الدخيني. العلاقات العامة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ويستلمها الأستاذ صالح بن عبد الرحمن الرعوجي. الإعلام التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، يستلمها الأستاذ علي الغامدي. الراعي الفضائي قناة عين، ويستلمها الأستاذ حامد الغامدي. الراعي الإعلامي صحيفة سبق، ويستلمها الأستاذ عبد الحكيم شار.
وإدارة تعليم منطقة الرياض تقدم لسموكم الكريم لوحة يقدمها مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي. يا صاحب السمو الملكي. نكرر لكم يا صاحب السمو شكرنا وتقديرنا على رعايتكم الكريمة لانطلاق فعاليات منتدى الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بنسخته الأولى. شكرا لكم أيها الحاضرين على وفائكم وحضوركم لهذا المحفل، وتستمر العطاء في وطن العطاء. أشكرنا